مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون اليوم السبت 4 ايار مايو؟ القمر اليوم بعده مرافقنا من برج الحوت المائي، تاثيرات حلوه كثير بعد عم ترافق مواليد الابراج المائيه. عم نحكي عن مواليد برج الحوت، السرطان، العقرب، وطبعا اذا انتم من مواليد برج السرطان تاثيرات اكثر من رائعه لكم. العقرب ايضا متميز، والحوت شو بده احلى من وجود القمر ببرجه يلي بيعطيه دفش لقدام وطاقات كثير كثير مهمه. عند الساعه 12 لربع المساء توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الحمل، فقط عندئذ بيتحسن الجو عند الأبراج النارية. الحمل بالطليعة لأنه نهاره متقلب مع الحوت، وعندنا أيضا مواليد برج القوس يلي بحاجة إلى شوية استراحة. فخلونا نشوف كيف بده يكون نهار السبت. بداية مع برج الحمل، ما تنتظروا مواليد برج الحمل انه يكون في هالتغيير الكبير اللي انتم منتظرينه مع تأثيرات القمر من برج الحوت، فبدكم تنتظروا لحتى القمر يوصل لبرجكم بآخر الليل او تنتظروا ليوم الأحد إذا ما كنتم مستعجلين. إذا كنتوا بالقارة الأمريكية من تقريبا بعد الظهر بلش الأمور عندكم تقلب وتصير لصالحكم. إذا مواليد برج الحمل بتصور انه هذا اليوم منه هالقد مفيد للعمل، أعمال مهمة، أمور بسيطة معقول يمشي حالها، لكن كوكب المريخ الموجود ببرجكم بيقولكم رجاء كونوا جدا حذرين. مواليد 23 24 25 أذار مارس أهم شيء تسوقوا عمهلكم، كوكب المريخ يجذب المشاكل. بالنسبة لبرج الثور، تأثيرات القمر من برج الحوت هي تأثيرات إيجابية، تأثيرات حلوة، تأثيرات غنية بالدعم الإيجابي، المعنويات، الشخصية، حتى ولو أنتو كاجوال اليوم طالعين يعني بطريقة غير رسمية رح بتكونوا كتير مهضومين وطلتكم حلوة، ضحكتكم حلوة، الضحكة بعيونكم حلوة، لكن هذا شيء يتغير لما القمر بيروح ببرج الحمل، بتهدى الأمور وبتدخلوا بمرحلة ركود، فالتواصل مع الآخرين ما بيعود هالقد مفيد وما بيعطي نتيجة. بسبب تأثيرات كوكب الزهرة يلي عنده حظ مميز اليوم، فيكون 25 26 و27 نيسان أبريل. منكمل مع برج الجوزاء. بعرف انه مزعوجين شوي، بيكتر عليكم الضغط، الشمس ابدا منا مساعده، بالعكس اذا بيكون في ضغط بتترككم لحالكم لحتى تخلصوا حالكم بحالكم. الاجواء عند مواليد برج الجوزاء فيها تكون متقلبه، مزعجه شوي، ثقيله، بتطلب منكم انكم تطولوا بالكم. مواليد برج الجوزاء احيانا انتم بتستعجلوا، احيانا بتركضوا، احيانا بتحتاجوا الى شويه ناس تلبيكم بسرعة، لكن هذا اليوم يوم بده صبر منكم، طولوا بالكم على الآخرين، ما تلوموهم، ما تلوموا حدا لحتى هذه المسألة تمرق على خير. أيمتى؟ لما القمر بيروح لبرج الحمل. منروح لبرج السرطان. مواليد برج السرطان هذا اليوم ممتاز جدا، من الايام الحلوه كثير يلي ضروري مواليد برج السرطان يكون في عندهم حركه ويكون في عندهم نوع من مبادره، نوع من جراه باخذ مبادره بمحاوله التوصل الى حلحله، الى تسويه، يعني تقريبا كل شيء بتشتغلوا عليه اليوم مواليد برج السرطان مفروض يكون محلحل وبيكون على ذوقكم. حاولوا تخلصوا كل هالاشغال المهمه قبل ما ينتقل القمر لبرج الحمل، لانه عند إذن بتصير الأمور منا سلبية، لكن بصير عندكم في أمور أخرى بتدخل على الخط وما بتعودوا هالقد بالكم مرتاح. إذا الأجواء ممتازة، عرفوا اشتغلوا على نوعية الوقت. 8 9 و10 تموز يوليو عندهم تأثيرات إضافية من زحل. منكمل مع برج الاسد. مواليد برج الاسد هنالك تغيير رح بيكون حلو لكم، رح بيكون مساعد لكم. لما القمر بيروح لبرج الحمل رح بيصير في تغيير بنوعيه الوقت، الحظوظ رح بتصير افضل، الزمن الوقت رح بيصير مسهل اكثر، حتى كوكب المريخ اللي موجود ببرج الحمل رح يعطي قوه اضافيه لكم. هلا لما القمر بيكون ببرج الحوت كل شيء عليكم انكم تمهدوا، تزبطوا، ترقوا، ترتبوا الامور خاصه بينكم وبين الاشخاص اللي فيهم شويه خلافات، او حتى اذا عندكم شغل فيكم تمهدوا لهالشغلكم، تبلشوا تشيلوا من دربكم، وفيكم تاخذوا قرارات مهمه يوم الاحد اذا بدكم. يلي لازم يستفيد من تاثيرات القمر الحلوه والمريخ هي المواليد الواقعه تحت تاثير معاكسه بلوتو لها، يعني 25 26 تموز يوليو هيدي المواليد، يعني من المستحسن انه تساعد حالها
تظبط وقتها لحتى توصل إلى ترتيبات جيدة وراضين انتو عنها. منروح لبرج العذراء يلي بعرف انه مزاجه منه كتير رايق، تأثيرات القمر من برج الحوت منا هالقد ايجابية، منا هالقد رايقة، في شوية معاكسات صحيح، مش بس من الحوت، من القمر برج الحوت، ايضا من زحل، ايضا من نبتون، انتو بتعرفوا هذا الشيء، فكل هالامور هيدي بتتضخم فوق بعضها اذا انتو عملتوا مشكل. فلحتى تتجنبوا انه تكبر كرة الثلج، من المستحسن انه تعملوا حالكم انه ما صار مشكل، انه ما تضايقتوا، وتأثيرات الكبيرة رح بتكون تقريبا على جميع موالي برج الحوت بشكل خاص العشرية الثالثة، لكن زحل كمان له دور، فكونوا حذرين مواليد 9 و10 سبتمبر. أما يلي عنده تأثيرات حلوة ومعقول تساعده من المشتري ومن أورانيوس هي 15 ل 19 سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان، مواليد برج الميزان بعتبر هذا اليوم بالنسبة لكم جيد، ليش لا؟ صحيح القمر برج الحوت بيكتر عليكم الشغل، بيزيدها شوي، يعني كيف بيزيدها شوي؟ اولادكم بيزيدوها شوي، بالشغل بيزيدوها شوي، تتعبوا، بحاجة انتو لفترات من الاستراحة، بريك، ما كنت تسمعوا شيء، ما كنت تسمعوا صوت حدا، تاخدوا بريك، بيصير ليش لا؟ لما القمر بيروح لبرج الحمل المساء وبصير معاكس لإلكم، وهنالك ايضا المريخ معاكس لإلكم، يمكن تزيد هذه الطاقات والتأثيرات الضاغطة المتطلبة، فكونوا حذرين، خاصة بعد الظهر يوم سبت مع اولادكم مع عيالكم، او ظاهرين سهرانين، فكونوا حذرين. العقرب، تأثيرات القمر من برج الحوت هي الأفضل لإلكم، هي المدعمة لإلكم، الداعمة لإلكم، من المعنويات، من الحظوظ، من تسهيلات بتحصلوا عليها، بتفرحوا فيها، تقريبا كل شيء بيتسهل، كل شيء بيزبط، في دعم لإلكم من زحل، في دعم لإلكم من نبتون، فبالتالي هالأمور هيدي بطريقة بتفاجئكم، بتشوفوا انه فعلا اتسهلت، لكن هذا الجو ما رح يكمل معكم هيك، رح تدخلوا عند الساعة 11 و45 دقيقة المساء توقيت بيروت، بفترة يمكن تمتد يومين او يمكن 4 ايام 5 ايام، كنت تسمعوا بشكل اسبوعي، فبدكم تكونوا شوي حذرين، شهلوا، خلصوا اعمالكم، تصالحوا مع احبائكم، غمروهم، حبوا بعضكم، الجو ما بيستاهل مشاكل مع الاحبة. منروح لبرج القوس، مواليد برج القوس طبعا انتم بانتظار انه ينتقل القمر لبرج ناري، لبرج صديق لكم، لبرج الحمل، هونيك بيلتقي بكوكب المريخ، وهنالك بتزيد الطاقات الايجابيه، لكن لوقتها يروح القمر لبرج الحمل 12 لربع المساء توقيت بيروت، بتضل او بتكون الامور من رايقه كتير، يمكن يكون في عندكم شغل ومسؤوليات وتعب وركض، بتنطروا مناطره ليخلص تأثير القمر من برج الحوت لحتى ترتاحوا شوي أو تفرحوا شوي أو تهيصوا شوي أو يصير الوقت لإلكم، يعني مثل ما نحن بنقول أوكي ناموا الأولاد هلا صار وقتنا نرتاح، هيك تقريبا رح بيكون، يا أما الشغل بيكون ضاغط بآخر الليل لحتى يبلش الجو يتحسن. بنكمل مع برج الجدي، موالي برج الجدي، هذا اليوم انا بعتبره كتير حلو لانه الشمس من برج الثور كتير منيحة لكم، كتير قوية، كتير متعاونة معكم بشكل هائل، في عنا طبعا كوكب الزهرة، اورانيوس والمشتري، صرتوا حافظين الدرس، بتعرفوا شو الموضوع، الجو سوبر سوبر رائع، القمر من برج الحوت مع زحل ونبتون عم بيساعدكم لحتى تكونوا فكرة افضل عن هذا اليوم وعن الاسبوع التالي المقبل، لأنه الجو في الأسبوع التالي بحاجة إلى تدبير مسبق، يعني برمجة مسبقة. حلو إنكم تسمعوا بشكون أسبوعي لما يطلع بهاليومين، وتسمعوا أيضا بشكون الشهري، بتاخدوا خلاصة والأيام الأكثر حظا بتقدروا تختاروها. مواليد برج الجدي يوم مميز، سريع، نشيط، ما بتهدوا، كل شيء بتشتغلوه مفروض يكون بيعطي نتيجة يعني أكثر من اللي أنتم منتظرينها حلوة، وتأثيرات الشمس والزهرة والمشتري وأورانيوس يعني بتكلل كل عمل بتعملوه، حتى ولو ما عملتوا شيء مفروض يكون نهار مثمر وراضيين عنه. مواليد 12 ل 15 كانون الثاني يناير الأكثر حظا، أنا عاطي مواليد أكثر بالأبراج الأسبوعية، فما تنسوا تسمعوا أيضا برجكم الأسبوعي. بنروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو
القمر من برج الحوت جيد، القمر من برج الحمل بعد جيد أكثر، يعني أحسن وأحسن. المريخ هونيك عم بيعطيكم طاقة كبيرة، عم بيحمسكم، عم بيعطيكم كل حب المبادرة والنجاح بانتظاركم. بعتبر هذا اليوم يوم مميز، بيساعد مواليد برج الدلو. مواليد برج الدلو فعلا انا بتعاطف معكم، بعرف انه مرقتوا بفترات كثير صعبه، طلعتوا من 3 سنين مشينين من زحل، هلا بلاقيكم بلوتو، بعرف وبتفهم هذه المواضيع، هذه الامور، وبالتالي بطلب منكم نصيحه انكم كل شيء تشتغلوا، كل شيء صغير او كبير، بسيط او مش بسيط، علاقه، خلافات، كل هالامور بدكم تشيلوها من دربكم، لانه زحل ما خلى لا الاخضر ولا اليابس. حان الوقت لحتى فعلا انه حياتكم تكون فعلا نظيفه ومبنيه على شيء كثير صالد، كثير اساسي. كوكب بلوتو مزعج، بعرف عم بيضايقكم. مواليد 22 23 كانون الثاني يناير، وباقي فتره، باقي 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 فتره، فبدكم تتابعوا. مش بس مواليد 22 23، جميع مواليد برج الدلو، تحديدا مواليد كانون الثاني يناير. بنروح لبرج الحوت يلي القمر ببرجه عم يحتفل بالمزيد من النجاحات وبالمزيد من التقدم. مواليد برج الحوت بعتبر هذا اليوم يوم اساسي جدا لحتى يكون في عندكم رؤيه مختلفه او رؤيه اقوى ومتينه اكثر للايام والاسابيع المقبله. هيدي صفحه قمريه مهمه جدا، كل ما يكون القمر ببرجنا كل ما يكون عندنا صفحه جديده. هذه صفحه مفروض تحطوا لها عنوان جديد، انتم بتنقوا بتختاروا شو اللي حابين تقووه بحياتكم، شو اللي حابين تبنوه بحياتكم، شيء جديد تغيروا تظبطوا، مثل تهتموا بحالكم او ببيكم او بعيالكم او اي شيء. حان الوقت انه تكونوا جريئين شوي. هلا بعرف زحل، ما فينا نشيل زحل من درب، 6 7 و8 اذار مارس كونوا منتبهين. بختم مع مولود 4 ايار مايو يلي بانتظاره سنه، مفروض تكون سنه علاقات عامه كثير مهمه بغض النظر عن عمركم. اذا عم تسمعوا لاولادكم الاطفال بيكون عندهم سنه حلوه، بيخرجوا شوي، بيطلعوا، بيندمجوا مع مجتمعهم، مع محيطهم. الكبار الأدلس الراشدين كمان بيكون في عندهم حياة نابضة، حياة جيدة. بتصور هيدي السنة رح بتزيد من نشاطكم، من قدراتكم، من إبداعكم. هيدي فرصة ممتازة لحتى تعطوا أكتر شي بتقدروا، لكن رجاء كل شي بتشتغلوه لازم يكون مبني على أسس كتير كتير صحيحة. كنتوا واقعين تحت تأثيرات أورانيوس وزعجكم أورانيوس وخسرتوا كتير، فما ترجعوا بهيدي السنة ترجعوا تختاروا أمور منكم متأكدين منها، فقط اشتغلوا على أسس صحيحة. بدي أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.